الأهلي بدأ مفاوضاته مع نادي ميتلاند بشكل رسمي. المفاوضات الصفقة ما تمتش رسميا، لكن المفاوضات بدأت من مصادر لينا، في تواصل ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة نادي ميتلاند الدنماركي علشان يحسموا الصفقة. الأهلي حصل على موافقة إمام عاشور خلاص على الانضمام، واتفقوا معاه على كل الأمور المالية، لسه فقط إن العقد يتمضي ما بين الأهلي وميتلاند. يقال كمان، يقال والله أعلم يعني مدى صحة المعلومة، إنه يعني توثيقا للكلام وللجدية، إنه إمام عاشور مضى خلاص مع النادي الأهلي عقد، لكن طبعا العقد لا يعتد به إلا بتوقيع نادي ميتلاند وموافقته على الصفقة، لكن ده بس للجدية، لإثبات الجدية. ميتلاند طبعا ما عندوش مانع إن هو يبيع إمام عاشور، والخلاف هيعار ولا بيع نهائي، الأقرب إنه هيكون بيع نهائي مقابل 3 مليون دولار النادي الأهلي عايز يدفعهم على 4 أقساط، وميتلاند غالبا اللي معطل الصفقة إنه عايز يحصل على الفلوس كاش. ميتلاند عارض أو الأهلي عارض عرضين، أو في كلام على حاجتين، يا إما مليون دولار إعارة سنة بنية الشراء، هيبقى بعد كده الشراء مقابل 2 مليون فتوصل الصفقة ل 3 مليون، أو يدفع 3 مليون وشراء نهائي على 4 أقساط، ميتلاند عايزهم كاش على قسط واحد. إمام عاشور والنادي الأهلي يا كابتن عيد، رأيك إيه في الصفقة لو تمت؟ لو تمت طبعا هيبقى مكسب كبير للأهلي، اللي هو يقدر ياخد إمام عاشور أو لعيب من اللعيبة المميزة. ودايما بقول هو اللعيب اللي في نص الملعب اللي فارق عن كل اللعيبة في مصر الفترة اللي فاتت، السنتين ثلاثة اللي فاتوا، كراجل بيلعب مركز 8 أو راجل بيلعب في نص الملعب، عنده مميزات كتيرة مش موجودة عند أي حد. في الأول وفي الآخر هو يعني الأهلي ممكن يكون فكر اللي هو يطلع حمدي فتحي عشان يبقى امام موجود مكانه، دي حاجه بتاعته. هل بقى كل الكلام اللي بيتقال وكل اللي بنسمعه دوت حقيقه ولا حاجات بتترمي في السكه؟ من مين اللي ممكن يخلق قصه؟ امام ولا الاهلي ولا الزمالك ولا ميتلاند ولا بيراميدز؟ اللي انا عارفه والكلام اللي كتير اللي بيتقال ان امام ما قعدش مع حد. اي حد ممكن يكون تابعه بتاع الكلام دوت ممكن يكون قعد هو قال الكلام مع الوكيل هو احمد يحيى. امام ما قعدش، امام مش في القاهره اصلا بقاله فتره يعني، و الساحل في الساحل بقاله فتره، وما يعني هو ما قعدش من الايه يعني، قابلته بجيب لك انت من في الايه. الساحل ولا تمام؟ فما قعدش، ويعني كل الامور وارده جدا اللي هو يبقى موجود في النادي الاهلي، لكن هو في الاخر يعني توقعاتك ايه؟ يعني انت برضو قريب لنادي الزمالك، ومش هقول ان انت ليك علاقاتك، بس انت برضو عندك خبرات وتقدر تستشف كده الدنيا ماشيه ازاي. توقعاتك ايه للي بيحصل ده؟ بص، هو نادي الزمالك بعيد عن الصفقه دلوقتي خالص. الموضوع بعيد عشان الزمالك ماديا مفيش، يعني مفيش ماديا، هو مش هيقدر. في نفس الوقت الناس بتتكلم على ان هو هيبقى موجود في النادي الاهلي. هو ميتلاند هيبيعه ب 3 مليون دولار ليه؟ 3 مليون دولار بس ليه؟ يعني ليه؟ هو جابه ب 3 هيبيعه ب 3 ليه برضه؟ جايز علشان مش هيسوقه باكتر من كده، يعني لو جه يبيعه لحته تانيه مش هيجيب الرقم والفلوس ده. اللي هو خدها، ما برضه القصه عشان تبقى مفهومه للناس، هو يعني ميتلاند حاطط فيه رقم، ده اللي وصل لي بقى 4 مليون دولار، ده هو عايز يبيع بالصفقه دي ومش عايز اعاره. هو ده اللي وصل لي من الكواليس. في طبعا يعني بيراميدز دخل في الصفقه من بعيد، جسوا النبض بس، لكن برضه مش جاديين في الامور يعني في الموضوع. يعني انت ممكن توقعاتك ترسى على ايه في الاخر؟ يكمل مع ميتلاند؟ انا بقول هو مشكلته في تغيير المدرب، المدرب مشي والراجل التاني جه، وهو برضو الفترة اللي فاتت بيتعالج في مصر، فالدنيا برضو فيها برضو كان في غموض على موضوع الإصابة والعلاج، ويعني حتى لو هيتعالج في مصر فترة هيفضل كل الفترة دي يتعالج وما يرجعش. وبعدين لما انت تكون في الدنمارك وجنبك ألمانيا وجنبك فرنسا وجنب، ليه تنزل تتعالج في مصر؟ فاحنا بنسافر نتعالج بره في الحاجات الرياضية يعني. تمام. فبرضو الموضوع كان غامض بالنسبة لنا. هو برضو يعني انت في الاخر يعني انا شايف ان كل شيء وارد في القصة ديت، كل شيء وارد بشكل كبير.
يقال ان نادي الزمالك كان بيحاول من الفلوس اللي هي بتاعت كهربا هتيجي يحط فلوس الصفقه، يعني ده بيقال من جوه نادي الزمالك من بعض الناس في نادي الزمالك، لكن الموضوع لسه بتاع كهربا مطول، الفلوس مش هتخش دلوقتي. في نفس الوقت برضو الاهلي بيتهيألي النادي الوحيد اللي معاه كاش دلوقتي في مصر في القصه ديت، داخل له مبلغ بتاع حمدي فتحي، فيقدر منه يجيب امام كاش. بس انا اعتقد لو الصفقه جت الاهلي هيبقى مفيد جدا، والصفقه عمرها ما تخلص ب 3 مليون دولار زي ما بقول لك. كابتن سيد، لو انت في اداره التعاقدات في الاهلي وقدامك امام عاشور ب 3 او ب 4 مليون دولار، وتفر طريقه الدفع هتبقى ازاي؟ ده يبقى صفقه ناجحه بالنسبه لك لو دفعت المبلغ ده وجبت امام عاشور؟ لا، ب 4 ما تبقاش ميزة، لان انا بايع حمدي فتحي ب 3، ب 3. وحمدي كان ماشي معايا كويس جدا، يعني كان بيأدي في الطريقة مع كولر، من اهم اللعيبة اللي كان بيستخدمه كولر، ومن افيد اللعيبة اللي كانت موجودة في الملعب. امام لعيب كويس، وطريقة لعب كولر تخدمه جدا، وهو يخدم الطريقة بشكل كويس جدا. انت واحد من ضمن الثلاثة اللي في نص الملعب، واحد بيشوط كويس، واحد بيهاجم بشكل كويس، بيدافع بشكل كويس، ممكن يلعب في الثلاث اماكن دول بشكل جيد. فانا بشوف لعيب دولي، كلها دي مميزات. انما في نفس الوقت السعر نفسه، انا بس بختلف مع عيد في نقطة ان ميتلاند دلوقتي هيبيعه ب 4 عشان هو جابه ب 3. لا، هو بالنسبة لهم دلوقتي على ارض الواقع هو امام صفقة مش ناجحة. انا جبت لعيب كنت باخد فيه الريسك في حاجة معينة ففشلت بالنسبة لي، فانا دلوقتي عايز اخلص منه عشان هو بالنسبة لي لو مبقاش خسران. هو مش ريسك، لا مش هخسر، لا هو لعيب صغير في السن ولعيب اتصاب معاه في الموسم وشغال، هو لعيب دولي وكل كده هيرجع. لا، وخلي بالك، هيرجع مجرد لا ان هو يشارك هناك هيرجع يبقى هو منتخب عارف مصر، لا لا وانتوا هو عارف هو عارف لا لا السكوية بتزيد. هو عارف ان هو عقليا مش هيكمل معاه. يعني هو خلي بالك، عقليا ديت مين اللي قالها او مين اللي يعني لا، الناس اصلا تصرفات تصرفات، ما هي هي انا ما تصرفات، ينفعش مع محدش عارف الكواليس. فرقة يعني انا عارف كواليس بس انا ما ينفعش اقولها، يعني لا انا عارف كواليس يعني انا ما ينفعش هم اقولها. اللي مدينه اجازة، هم اللي لا مدينه انا اجازة. ما قلتش هم لا اللي طبعا، مدينه، ما انا بقول لك انا لا عارف كواليس بس ما يعني ينفعش اقولها، صعبة، يعني لا حاجات صعبة. وكواليس ما ينفعش اقولها. خدت صالح امام يعني حاجات ولا لصالحه طبعا، فما ينفعش اقولها برضه، يعني انا ما ينفع حاجات ما ينفعش ايا كان اقولها. هتبقى طيب مشكلة بعيدا مع عن النادي نفسه التفاصيل يعني. التفاصيل، لكن النادي ما عندوش مشكلة او حابب ان امام عاشور يكمل لو ما جالوش طب الرقم ده؟ لا طبعا، ايوه هو النادي مش يعني القصه مش فارقه معاه مش في حته، متلهوج على بيع ولا لا اه عادي اللي هو جدا. لو جاب رقم كويس يتباع، لو ما جابش فانا حابب ما انك هو تكمل معايا. الطريق اللي هو كمان يعني انت خلاص، هو النادي بالنسبه له برضه بيزنس. هو بيقول لك مش اعاره ليه؟ ما انت اعاره وارد اللي هو يجي عندك يبقى وحش وترجعه له تاني، فهو بالنسبه له بيزنس، فهو بياخد برضه اكبر رقم، ان هو دفع مبلغ ودفع الامام مبلغ ودفع للوكيل بس نفسه مبلغ. هو كان 3 يعني، امام طلع يقال انه بمبلغ اقل من كده. لا، ب 3 وكمان غير المبلغ اللي هو خده. طيب نرجع برضو لنفس السؤال، يعني انت بالنسبه لك لو اتبدلت حمدي في امام 3 في 3 يبقى كده صفقه كسبانه، اكتر من كده يبقى لا، طبعا ولا انت يعني شايف الموضوع ازاي؟ يعني اكتر من كده يبقى انت بتدفع فلوس في لعيب. امام لعيب كويس جدا، بس هو برضه في نفس الوقت داخل على الفرقه، غير اما يبقى فيه موجود لعيب هو اصلا ماشي اوريدي مع الفرقه بشكل كويس. يعني انت امام ممكن يبقى ماشي مع نادي الزمالك بشكل كويس جدا ويجي معاك ممكن ما ينجحش، عادي طبيعي في الكوره، ممكن تبقى لعيب جامد جدا ومكسر الدنيا في مكان، وممكن على العكس ممكن يبقى لعيب انا عادي في فرقه تانية واجي اكسر الدنيا معاك. طيب حد يقول لك انه لا والله انا بستثمر في المستقبل، يعني مثلا امام عاشور اصغر من حمدي فتحي ب 3 سنين، فده يترجم معاك ان انت عندك فرصه تستفيد بامام فتره اطول من ما كنت هتستفيد من حمدي فتحي، او حتى على الصعيد الاستثمار لو انت هتبيعه بعد كده برضه هيكون بالنسبه لك فارق 3 سنين، فعندك فرص زي ما في العالم كله اللعيبه اللي بتبقى في اوائل العشرينات وبنفس حاله لاعب في اخر العشرينات او اوائل ال30، لا الرقم بيدفع في اللاعب الاصغر لانه استثمار للمستقبل، ممكن يكون فرق النص مليون لو هتدفع نص مليون فرق، هو انت بتشتري ال3 سنين فرق العمر. لا، ما انا بقول لك على ارض الواقع، يعني الكلام ده موجود في صفقات كتيره جدا، بس بتبقى الفروق كبيره حتى في الاعمار، حتى في ان انا عندي تصور ان اللعيب ده بعد سنتين ثلاثه هيجيب لي كذا. هي النقطه مش كده دلوقتي، هي دلوقتي مقارنه بين مكان بين لاعب ولاعب. انا سبت حد بقى لي اسبوعين مثلا ب 3 مليون، فهجيب حد ب 4 مليون في نفس المكان، وعلى العكس تماما لعيب كان ماشي معايا بشكل كويس جدا. وحمدي الفتحي خلي بالك برضو، انت بتتكلم في كام سنه؟
3 سنين. انا بتكلم عمر فرق ما بينه وبين حمدي 28 اعتقد. فحمدي كان عنده الوقت عادي. 3 سنين. بس انت بعته عشان هو حمدي حقق كل البطولات جوه النادي، مشي بشكل كويس، وجاب جاله رقم كويس، جاله عرض كويس جدا بالنسبه له وبالنسبه للنادي. فهي دي النقطه، فدي ميزه كويسه، ده ديل كويس. انت فاهمني؟ انما الديل التاني اللي يبقى كويس ان انا اجيب لعيب اقل كمان من الفلوس اللي انا دفعتها، ولعيب فعلا ممكن يبقى اصغر، يبقى انا ده نجاح كبير بالنسبه لي. طيب حد تاني، وده فكر جوه الاهلي بالمناسبه عشان برضو انت تقول ده صح ولا لا، حد يقول لك والله انا هدفع سين، ما هدفع 3 مليون دولار، بنفس الثلاثه ممكن اشتري امام عاشور لوحده، وبنفس الرقم ممكن اجيب بوبو ومحمود حماده، انت بالنسبه لك الافضل ايه؟ لا اجيب امام. انا نقطتي في اللعيب الدولي في بص الكواليتي، طبعا مش في يعني طبعا بالكيف وليس لا الكم. انا مش هجيب، انا ممكن اجيب 10 لعيبه بسعر لعيب واحد، بس اللعيب واحد ده هيفيدني. هو ليه النادي الاهلي بيدور على فيرود بس دلوقتي؟ حماده دولي وبوبو دولي والاثنين لا مستوى هما لعيبه مرتفع. كويسه، هما لعيبه كويسه، لعيبه جيده. بس انت امام لعب في نادي كبير وهو نادي الزمالك، لعب في منتخب مصر ماتشات كتيره جدا، شارك في كاس منتخبات الامم، كل اه ف المنتخبات ف وامكانيات الطريقه بتاعتك انا بشوفها تخدم امام اكتر من محمود حماده واكتر من بوب. يعني هو هيبقى مستفيد من الطريقه، وهو اكبر افاده للنادي الاهلي في المكان ده. كولر كمان متمسك يعني، او مش متمسك لانه في الاخر مش صاحب قرار، لكن هو لما سالوه قال لهم طبعا امام عاشور يعني ابصم بالعشره، لو تقدروا تخلصوه خلصوه، لانه بالنسبه لي اللاعب اللي انا محتاجه في وسط الملعب في الفتره اللي جايه. خلونا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل مكملين كلام.